My name is Grace. أنا اسمي Grace. What is your name? شو اسمك؟ شو اسمك؟ My name is Grace. I am your English teacher. أنا معلمة اللغة الإنجليزية. أصدقائي، أنا اسمي Grace. بقول My name is Grace. أنتو شو اسمكن؟ أنت شو اسمك؟ وأنت شو اسمك؟ بتجاوبوا What is your name؟ جاوبوني My name is. حطوا اسمكن محل اسمي. My name is سميرة. My name is فريد. My name is شادي. حطوا اسمكن محل اسمي. وأنا My name is Grace. How are you؟ كيف حالك؟ كيف حالك؟ كيفك؟ كيفك؟ I am fine. Thank you. أنا بحالة جيدة. شكراً. رح أرجع عيد. How are you? I am fine. Thank you. أنا بحالة جيدة. شكراً. بعد سؤال. How old are you? كم تبلغ من العمر؟ كم تبلغين من العمر؟ شو منجاوب؟ إذا كان عمرنا 6 سنين 6 منقول I am 6 years old. إذا 7 I am 7 years old. إذا 10 I am 10 years old. How old are you? I am 7 years old. Excellent أصدقائي، لازم تصيروا تعرفوا تجاوبوا عن هول الأسئلة، وفيكن تسألون كمان لرفقاتكن What is your name? How old are you? How are you? Very good أصدقائي، أنا كتير مبسوطة منكن. ومثل ما تعودنا بدنا نعمل مراجعة لأيام الأسبوع باللغة الإنجليزية. خلينا نبلش بأول يوم. أول يوم Monday الاثنين. Monday. Tuesday الثلاثاء. Tuesday. Wednesday الأربعاء. Wednesday. Thursday الخميس. Thursday. Friday الجمعة. Friday. Saturday السبت. Saturday. وآخر يوم Sunday الأحد. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday and Sunday. Very good. لساعدكم تحفظون كتير منيح رح نسمع هلأ لأغنية أيام الأسبوع باللغة الإنجليزية. Let's listen to the Days of the Week song. أنا برجع بشوفكم بالفقرة التالية. Of the week, the days of the week, the days of the week are 7. The days of the week, the days of the week, the days of the week are 7. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, and Sunday. The days of the week, the days of the week, the days of the week are 7. The days of the week, the days of the week, the days of the week are 7. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, and Sunday. رح نتعلم الفصول الأربعة باللغة الإنجليزية. الفصول الأربعة The four seasons. 1, 2, 3, 4. Four seasons. عنا بالعربي الخريف، الشتاء، الربيع والصيف. بالإنجليش منقلن أول فصل يلي هو الخريف، نشوفه بالصورة. تتساقط في الخريف الأوراق، تنزل أوراق من الشجر وبتصير الأشجار عارية، يعني ما عليها أوراق. الخريف منقله فول. عيدوا من وراي. فول. فول. من بعده عنا الشتاء.
الشتاء بتشتت الدنيا وأوقات بتتلج وبيصير في كتير سقعة. الشتاء winter winter. عيدوا من وراي winter winter. very good. بعدين عنا الربيع. شو بيصير بالربيع؟ تنمى الزهور والأشجار بتعطي ثمر وبيتغير الطقس، بيصير ما ببطل كتير برد، بيصير فينا نطلع بالطبيعة، بيصير الطقس warm يعني ببطل بارد، بيصير ساخن أو مبطل فينا نحنا عطول نلبس جاكيتات ومثل ما كنا بالشتاء بتشتي وبتمطر. بيتغير الفصل، بيصير عنا الربيع يلي هو بالإنجليش spring. عيدوا من وراي spring spring. وآخر فصل هو الصيف. الصيف بيروحوا في الناس على البحر وبيصير في شوب hot شوب، بيصير الطقس حار hot summer. عيدوا من وراي summer summer. رح ارجع اكتبهم على اللوح. في اول صورة عنا الخريف، رح اكتب it is fall. تحت عنا الشتاء it is winter. تحت عنا الربيع it is spring. وآخر فصل الصيف it is summer. خلينا نرجع نقراهم مع بعض. في أول صورة الخريف it is fall. إنه الخريف it is fall. It is fall. إنه الخريف. في تاني صورة عنا الشتاء it is winter. إنه الشتاء. تنزل فيه الأمطار والثلوج it is winter. الشتاء. إنه الشتاء. بتالت صورة عنا الربيع إنه الربيع. تزهر الزهور إنه الربيع it is spring. It is spring. إنه الربيع. وبآخر فصل عنا الصيف إنه الصيف. إنه الصيف. It is summer. It is summer. رحت هلأ circle على الفصول the seasons. الفصول fall الخريف winter الشتاء spring الربيع summer الصيف. خلينا نقولهم بعد مرة مع بعض، ركزوا منيح وعيدوا من وراي. fall الخريف fall winter الشتاء winter spring الربيع spring summer الصيف summer. it is fall إنه الخريف. it is winter إنه الشتاء. it is spring إنه الربيع. It is summer. إنه الصيف. It is fall. It is winter. It is spring. It is summer. Four seasons. One, two, three, four. Four. Four seasons. الفصول الأربعة. ومثل ما حكينا قبل شوي أصدقائي، بالصيف بيكون الطقس حار، بيكون في شوب كتير. منقله the hot summer. خلينا نكتبها مع بعض. the
the hot summer. الصيف الحار. بيكون في كتير شوب. منزل أوقات على البحر ومنطلع على الجبل. الصيف الحار. The hot summer. أما بالشتاء فكيف يكون الطقس؟ بارد. الشتاء البارد. نلبس جاكيت. نلبس معطف. لأن بيكون في كتير سقعة. رح اكتب هون. The cold winter. The hot summer. The cold winter. The hot summer. الصيف الحار. بيكون في كتير شوب. The cold winter. الشتاء البارد. بيكون في كتير سقعة. Hot. حار. Cold. بارد. Hot. حار. Cold. بارد. The hot summer. The cold winter. أصدقائي بديكم تنقلون تكتبون على دفاتركم تتدربوا عليهم منيح. The four seasons. 1, 2, 3, 4. الفصول الأربعة. أول فصل أخذناه فول الخريف. ثاني فصل وينتر الشتاء. ثالث فصل سبرينج الربيع. وآخر فصل سمر الصيف. وبالصيف شو بيكون؟ بيكون في كتير حرارة عالية. بيكون الطقس حار. منقول the hot summer. الصيف الحار. وبالشتاء بيكون الطقس بارد. منقول the cold winter. الشتاء البارد. تربوا عليهم منيح أصدقائي. وأنا بشوفكم بالفقرة التالية. أصدقائي بدنا نعمل مراجعة لأربع كلمات. Four words. 1, 2, 3, 4. Four words. هالكلمات أخذناهم من قبل. خلينا نعملهم مراجعة مع بعض. أول كلمة هي summer. Summer. أخذناها اليوم. شو يعني summer؟ أي فصل هو summer؟ summer هو فصل الصيف. summer. صيف. عيدوا من وراي. summer. summer. صيف. very good. تاني كلمة هي look at. look at. شو يعني look at؟ انظر إلى. look at. انظر إلى. وفي واحدة بتشبهها look for. look for. شو يعني look for؟ look at انظر إلى. look for يعني ابحث عن. ابحث عن. تتغير. look at انظر إلى. look for ابحث عن. نعيد. look at انظر إلى. look for ابحث عن. وآخر كلمة sick. sick. عملنا عنا جملة من قبل. شو يعني sick؟ my friend is sick. صديقي مريض. شو يعني sick؟ sick يعني مريض أو مريضة. sick مريض. sick مريضة. عيدوا من وراي. sick. sick مريض أو مريضة. فإذا كلمات هني رجع من عيد. look for. look for. شو يعني look for؟ ابحث عن. ابحث عن. تاني كلمة look at. look at. شو يعني انظر إلى. انظر إلى. وهلأ عنا summer. summer. شو يعني summer؟ أي فصل هو summer؟ الصيف. excellent. الصيف. summer. الصيف. فصل الصيف. وآخر كلمة sick. شو يعني sick؟ sick يعني مريض أو مريضة. sick مريض أو مريضة. هلأ أصدقائي شو رأيكم نستخدم الكلمات يلي عملنا لهم المراجعة فنعمل جمل. تعالوا مع بعض شوف شو عنا على اللوح.
بأول صورة عنا حائط. حائط، مين بيتذكر شو يعني حائط؟ شو يعني حائط؟ ببلش ب و، the letter W، نلفظ و. و وول، وول، حائط، very good. فإذا حائط يعني وول. إذا بدي أقول أنا أصدقائي انظر إلى الحائط، شو بستخدم؟ انظر إلى الحائط، بستخدم sick، مريض، no. بستخدم summer، صيف، no. بستخدم look at، شو يعني look at؟ انظر إلى، بستخدم look at، very good. إذا بدي أقول انظر إلى الحائط، قول look at، انظر إلى the wall، الحائط. خلينا نكتبها مع بعض. Look at the wall. Look at the wall. انظر إلى الحائط. Look at the wall. The wall، الحائط. استخدمت أنا هون the تعرف وتحدد الحائط. حددت أي حائط؟ انظر إلى الحائط، the wall. Look at the wall، انظر إلى الحائط. هلأ إذا بدي أقول صديقي مريض، صديقي مريض، صديقي أنا مريض، شو يعني مريض؟ خلينا نفتش عليها بالكلمات. summer، summer يعني مريض. summer شو يعني؟ summer يعني صيف، مش يعني مريض. sick، sick يعني مريض. yes، sick يعني مريض، very good. sick مريض. إذا بدي أقول أنا صديقي مريض، شو يعني صديقي أنا؟ صديق يعني friend. صديقي أنا يعني my friend. my friend is sick، يعني صديقي مريض. my friend is sick. خلينا نكتبها مع بعض. my friend is sick. my friend is sick. صديقي أنا مريض. عندنا هون my يعني صديقي أنا، my friend صديقي أنا is sick. شو يعني sick؟ sick يعني مريض. ما تنسوا sick يعني مريض. my friend is sick، صديقي مريض. هلأ تالت كلمة رح نستخدمها، بتقول انظر إلى، انظر إلى القلم، قلم الرصاص. انظر إلى القلم، شو يعني انظر إلى؟ تعالوا نفتش مع بعض. sick يعني انظر إلى، sick يعني مريض، ما فينا استخدمها. look at، look at انظر إلى. yes، look at انظر إلى. look for يعني ابحث عن. أنا شو بدي؟ انظر إلى أو ابحث عن؟ انظر إلى، انظر إلى قلم الرصاص أو انظر إلى القلم. بستخدم look at. look at the pencil، شو يعني قلم الرصاص؟ pencil، pencil. رح اكتب هون look at the pencil. عنا look at يعني انظر إلى، the pencil انظر إلى القلم، قلم الرصاص.
قلم الرصاص منقول له pencil، أما قلم الحبر منقول له pen. ما تغلبتوا بيناتهم، pen قلم الحبر، pencil قلم الرصاص. هون عنا قلم رصاص pencil، منقول look at the pencil، واستخدمت the تعرف وحدد أي pencil. The pencil القلم، look at the pencil انظر إلى القلم، قلم الرصاص. أصدقائي إذا بدي أقول أنا ابحث عن القلم، ما بدي أقول انظر إلى، بدي أقول ابحث عن. شو بقول؟ look at؟ no، بستخدم look for. look for the pencil، بدل ما حط هون look at، بدل ما اكتب look at شو بحط؟ look for. رح اكتبها هون بالقلم الأصفر. look for تختلف عن look at. look for يعني ابحث عن، ابحث عن. look for، look for the pencil، ابحث عن القلم. look at the pencil، انظر إلى القلم. هلأ عنا آخر صورة، بآخر صورة عنا شاطئ البحر. شاطئ البحر، شو يعني شاطئ البحر؟ بالإنجليش منقول له beach. beach شاطئ البحر. إذا بدي أقول أصدقائي أنا أذهب إلى شاطئ البحر في الصيف، بأي فصل بروح على الشاطئ أنا؟ بالصيف. أنا أذهب، شو يعني أذهب؟ go. I go to the beach، إلى شاطئ البحر in summer، في الصيف، في فصل الصيف. خليني أكتبها I go to the beach in، رح كمل هون، summer، بأي فصل بروح أنا على الشاطئ؟ بفصل الصيف، في الصيف، in summer. عنا فصل الصيف، وعنا إياها هون كمان summer، درسناها اليوم وعملنا لها مراجعة. summer الصيف، فصل الصيف summer. خلينا نشوف هلأ الجملة كيف ركبناها. انتبهوا أصدقائي، أول شي حطيت I، أنا، أنا أذهب. I go، go أذهب. I go to إلى the beach. the beach يعني الشاطئ، الشاطئ. حددت الشاطئ the beach. I go to the beach أمتين؟ in summer. in summer بأي فصل بروح أنا؟ بتسبح. in summer بروح على الشاطئ. in summer في الصيف، ما تنسوا summer الصيف. رح أعمل لها circle، في صيف in summer. خلينا أصدقائي نرجع نقرأ مع بعض الكلمات والجمل يلي عملناه هون اليوم. أول شي عنا look at، look at the wall، انظر إلى الحائط. بعدين عنا my friend is sick. my لي أنا، my friend صديقي أنا، is sick هو مريض. my friend is sick صديقي مريض. وهون عنا look for ابحث عن، و look at انظر إلى. إذا قلت أنا look for the pencil ابحث عن القلم، look at the pencil انظر إلى القلم. pencil مش حيلا قلم، قلم الرصاص، قلم الرصاص. the pencil القلم. وبالآخر عندي أنا أذهب إلى الشاطئ في الصيف. I أنا go أذهب to the beach
إلى الشاطئ in summer في الصيف. أنا أذهب إلى الشاطئ في الصيف. I go to the beach in summer. ما تنسوا أصدقائي نقولون منيح، تدربوا عليهم واحفظوا معناتهم بالإنجليش وبالعربي، ونحن بهالطريقة نكون عم نتعلم كلمات جديدة وعم نألف جمل باستخدام هودي الكلمات. ما تنسوا كمان أيام الأسبوع Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday and Sunday. أنا هلأ رح أترككم تسمعوا لأغنية الأحرف الأبجدية باللغة الإنجليزية. Let's listen to the alphabet song. أنا بشوفكم بالحلقة المقبلة. باي. Why?